أشرت في خلال حديثك إلى تآمر إيران على تركيا، هل هذا أيضا ضمن الدور الإيراني المرسوم غربيا لإضعاف تركيا بشكل أو بآخر؟ طبيعي، هذا الطبيعي. ونحن في عندنا قصة اليوم حاضرة، موضوع أرمينيا. أرمينيا اتفقت مع الحكومة التركية اتفاقية الماضية أن تأخذ هذا الممر بالنسبة لأذربيجان، صار اتفاق تفاهم. الذي يمانع اليوم هو الوجه القبيح الإيراني، وصرح به المسؤولون الأتراك، صرحوا في هذا الأمر أنه الذي يمانع هنا ماذا يعني فتح هذا الممر بالنسبة لتركيا، اتصال تركيا في خط طويل للناطقين في التركية. وبالتالي أنت صار عندك كتلة كبيرة، هذه الكتلة الكبيرة فأوعزوا لي. طبعا الغرب عمل كثيرا على أن لا تكون، لكن تركيا قوية وتريد أن تفعل، فأوجدوا الحجة المناسبة أنه إيران أنا بضرني ما بضرني، ومع العلم ما لها علاقة، هي ليست في أراضيها وليست لها علاقة بأراضيها. وبالتالي أنا أحذر من هذا المنبر طبعا، ويعني هذه الدولة دولة عريقة، الدولة التركية وعمرها أكثر من 500 سنة، عندها قوتها ومناهجها وفريقة ودولتها اللي موجودة ما سقطت. وأكيد مطلعين، لكن لا يمنع أن أقول أن يجب على تركيا والحكومة التركية والشعب التركي أن يتنبه إلى الخطر الإيراني من خلال التغلغل، من خلال إرسال، من خلال إرسال كثير من الإيراني شراء الأراضي في 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 تركيا، من خلال أعمال معينة، من خلال تواصلات. يعني طبعا لا يوجد شيعة في إيران، في تركيا النسبة ضئيلة جدا جدا، يغذون بطريقة معينة، يحيون هذه المسألة، يدخلون من خلالها. فالدولة يجب أن عليها أن تنتبه انتباها كبيرا في هذه المسألة، فهي تحيق وتتآمر، وهي من أهم العوائق التي تمنع يعني سيطرة تركيا على مواطن البكاكي والبويدة في 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 سوريا، والتصدي لهم وإنهاءهم بشكل كامل. طبعا تتناغم أحيانا ما بين أمريكا وإيران وروسيا كذلك في هذه المسألة، فهذا الأمر يجب التنبه إليه.